هذه الصورة تعرفين تذكرنا بالعراق. عراق كل تاريخ وكل آثار وكل حضارة، يعني تذكرنا بالعراق وبتاريخنا وبحضارتنا، وش قد مهم العراق لنا، وش قد مهم طبعا العراق بالعالم كله مو بس لنا. من جينا هنا كان اكو هواية طبعا عوائل جايين من العراق، وبعدهم ما يعرفون يقرون ويكتبون انجليزي، وكلهم يطلبون من عندي وصفات مال اكل. سواني قلت ليش ما اسوي كل هاي الوصفات اخليها بكتاب، سميتها مختارات من فنون الطبخ، بيها من اكل عراقي بس بيه من كل انحاء العالم، ايطالي صيني فرنسي امريكي ياباني، ماكو شيء مبي. سميرة جولاد عراقية في المهجر، ولعها في فن الطبخ دفعها إلى أن تطل عبر المحطات الأمريكية لتعرف العالم بالأطباق الشرقية وخصوصا العراقية. سميرة ضيفة الفيحاء في أمريكا، يأتيكم في الأوقات التالية.